النعمة في الدنيا تختلف على قدر إمكانيات المنعم، فالذي ينعم عليك في قرية ويعيشك عيشة مترفة غير الذي ينعمك في المدينة، غير الذي ينعمك في العاصمة. وأيضا تختلف درجات الإنعام باختلاف قدرة المنعم وقدره، فكلما زاد قدره وزادت قدرته كان الإنعام أوسع. فإذا كنا سنرى النعمة من يد القادر ونرى النعمة باشتهاء المنعم عليه هو الذي يتحكم فيها، مجرد الخاطر يأتي، فهب أن الدنيا ارتقت مهما ارتقت وأصبحنا نجلس في مكان نضع أصبعنا على زر كهربي لتأتينا قهوة، وزر آخر ليأتينا شاي، وزر آخر ليأتينا طعام، ونحن جالسون في أماكننا. أيوجد في أعراف إمكانيات البشر أن يطرأ على فكرك الشيء الذي تشتهيه فيأتيك بمجرد طروئه على فكرك؟ ذلك ما تقف عنده إمكانيات البشر. وبعد ذلك منغصات النعمة ماذا؟ منغصات النعمة كما نقول أن تخاف أن تفوتك النعمة أو أن تفوت أنت النعمة. وكل نعمة في الحياة إما فائتة منك وإما أنت فائت عنها، تلك هي منغصات كل نعمة. فبعد أن يطمننا الله على سمو النعمة وبقائها في أنها عطاء غير مجزوز، يقول لك أيضا أنك لن تفارق النعمة. فمصدر الخوف من الجهتين نعم متتالية لا تنقطع. إذن فقد أمنت أن تفوتك النعمة، وبقي أن تأمن أن لا تفوت أنت النعمة، فيطمئنك الله سبحانه بقوله فيها خالدون. إذن فقد طمأننا على بقاء النعمة لنا وبقائنا مع النعمة. هنا شيء يتلقفه المستشرقون ليدخلوا به على جنس من أجناس الإسلام هو المرأة، فيقول إن الله في الجنة ظلم كنا أيتها النساء، لأن الله جعل للرجال زوجات مطهرات وجعل للرجال حورا عينا، وأنتم ما حظكم؟ كل هذا ليثبتوا أن الله خص الذكورة بشيء من النعمة ولم يخص النساء بنعمة مماثلة لها. ودخلوا من جهة يظنون أنهم يستميلون بها المرأة ليحرضوها على الإسلام، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى في ذلك يكرم المرأة، لأن المرأة الكريمة على نفسها لا تقبل ولا تحب أن يتعدد عليها الرجال. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين لم يعطها تعددا في الصنف المقابل لها إنما كرمها وأعزها ولم يجعلها نهبا لكل فحل يريد أن يطأها. وإننا لنجد أيضا في نساء الدنيا من تسمو نفوسهن وتأبى كرامتهن حتى إذا مات زوجها أن يتعدد عليها رجل آخر ولو بما أحل الله. إذن فذلك من كرامة المرأة
وهم يريدون المرأة هلوكا على لون من الشهوة، فهم يريدون أن يدخلوا في روعها أن الله حرمها ذلك، ونسوا أن الحق سبحانه وتعالى كرمها بهذا تكرمة تشهد لها بأنها عفيفة وبأنها عزيزة لا تحب أن يتعدد عليها الرجال. قلت لمن سألني مرة ونحن في أمريكا وقد جاء لي بهذا الاعتراض واعتراض تعدد المرأة بالنسبة للرجل وعدم تعدد الرجل بالنسبة للمرأة، عدوا النقاش إلى شيء يتعلق أيضا بالدنيا، قالوا لماذا تتعدد المرأة في الزواج من رجل واحد ولا يتعدد الرجال على المرأة الواحدة مقابلة؟ قلت لهم سألتكم بالله، أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء؟ قالوا هنا في بعض الولايات إباحة للبغاء. فقلت فكيف تحتاطون لصحة الناس؟ قالوا بالمباشرة الصحية، يكشف على الفتاة التي تتعرض لذلك كل أسبوع مرتين وتفاجأ بما لا حصر له ولا عد، لنتأكد من سلامتها من الأمراض، لنضمن صحة المترددين عليهن. قلت نعم، كلام جميل، هل كشفتم على كل امرأة متزوجة كل أسبوع ولو مرة أو كل شهر ولو مرة؟ قالوا لا. ولماذا لا تكشفون على المرأة المتزوجة ولو كل شهر مرة؟ قالوا لأنها لا تتعرض لميكروب خبيث أبدا. قلت ولما ذلك؟ قال لأن الماء ماء واحد وهو ماء الزوج، إذن فالخبث في الأمراض لا يتعدد إلا من تعدد ماء الرجال في المكان الواحد. قلت إذن فصدق الله خلقه حين أباح أن تتعدد المرأة ولم يبح أن يتعدد الرجال. قلت له أجيبوني أيضا، إذا كنتم قد أرحتم الشباب بأن جعلتم لهم مكانا يريحون فيه غرائزهم، فأبحتم لنساء أن يجلسن ليتردد الشباب عليهن، أنتم صنعتم جميلا في الشباب، ولماذا لم تجعلوا مكانا يجلس فيه شبان لتأتي الفتيات لتريح نفسها أيضا من عناء الغريزة الجنسية كما أرحتم الشبان فأريح الشابات؟ قالوا لم يحدث ذلك أبدا. ولماذا؟ أنكم بالفترة علمتم أن ذلك يزري بالمرأة فلم تصنعوا هذا مع كونكم ملحدين وكافرين بالله. إذن فالفطرة السليمة لا تفكر في هذا الأمر إطلاقا، بأن يجلس شبان لتأتي فتيات ليريحن أنفسهن من عناء الغريزة. إذن فحين يأتي الحق ليعطي الأزواج زوجات مطهرة ولا يأتي بذلك المرأة، فذلك معناه امتداد لصيانة كرامة المرأة وعزة المرأة، وحينئذ نحسن الظن بكل ما شرع الله لنا في الدنيا ونحسن الظن بكل ما أعد الله لنا في الآخرة.